السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم معنا موقع قديم جدا، مهم جدا للربح المؤشر الرقمي. طبعا الموقع بيدفع على المحفظه الوسيطه فوسيت باي بشكل جيد جدا، بيدفع كمان على الكوين بيس. طبعا اصدقائي، في العديد من الاصدقاء طلبوا مواقع بيدفعوا على الكوين بيس، طبعا هذا الموقع هو واحد منهم ومن اهمهم. كمان اخي الكريم، هذا الموقع بيدعم عملتين بشكل اساسي، هن البيتكوين والدوج كوين. احيانا بيدعم اللايت كوين، لكن بشكل اساسي رصيده هو بالبيتكوين وبالدوج كوين. في شغله لازم تعرفها اخي الكريم، انه هذا الموقع سكريبتو نوعا ما شوي قديم، فبتطلب منك تكون يعني حاصل على عنوان ليجاسي داخل الفوسيت بي. اذا انت رحت على الفوسيت بي ورحت على كلمه ديبوزايت، بتلاقي عنوان محفظتك البيتكوين هو الديفولت، ببلش بالبي سي. فانت بتروح على كلمه كونفرت تو ليجاسي، بتحوله ليجاسي، يعني ببلش معك واحد او ثلاثه. تمام اخي الكريم. وفي عندك خيار ثاني كمان، تروح على كلمه لينكد ادريس وتضيف عنوان محفظه ليجاسي. انت بتمتلكها مثلا اتوميك كوليدج، شايفين اصدقائي عنوان المحفظه في ليجاسي. اذا رحت على كلمه ريسيف بلاقي بدايته رقم واحد، او كمان فيني اروح مثلا على كيونومي. انت مثل ما قلنا عندك الخيارين، انك تضيف عنوان محفظه بيتكوين او انه تروح على الديبوزايت بالفوسيت باي وتعمل لها كونفرت. تمام اخي الكريم، تعمل لها كونفرت تو ليجاسي وتاخذ العنوان تشتغل بشكل طبيعي، او تنسى كل القصص تروح على الدوج كوين، تنزل على الدوج كوين. تمام اخي الكريم، وتاخذ عنوان محفظتك الدوج كوين، هذا هو الدوج كوين، بتاخذه كوبي وبتشتغل على الدوج كوين ويفك من البيتكوين اذا بدك. تمام. طيب يلا ننتقل لتفاصيل هذا الموقع. اول شيء التسجيل فيه جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل راح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا لينك مباشر، انا ما بستخدم اي روابط مختصره. تفتح معك هي الصفحه اخي الكريم، بيقول لك الموقع، حط هون اسم المستخدم باللغه الانجليزيه، بحط هون يعني اسم للناس لحتى تشاهدوا، for everyone to see، شايفين اصدقائي. بتحط كمان اسم ثاني، بتحط هون ايميل، شايفين اصدقائي لازم يكون ايميل حقيقي. كل مره انت بتدخل على الموقع اذا كان مغير الاي بي راح يطلب منك التاكيد، انتبه لهي القصه. بتحط هون باسورد محترمي، ارقام حروف رموز. تمام، بتعيد الباسورد، تنزل لتحت. طبعا هون بتركها فاضيه، ما في اي مشكله. وبعدها بتنزل لتحت بحل الكباتشه، فيك تغير الكباتشه بدون اي مشاكل. تروح على كلمه ريجستر، الموقع راح يبعث لك رساله على البريد اللي سجلت فيه، ممكن تلاقيها بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه. بتضغط على اللينك الموجود فيها، بتفعل حسابك وبصير جاهز للربح من هذا الموقع. طبعا اصدقائي، هي واجهه الموقع من الداخل. اول شغله انا بعملها، بروح على كلمه اكونت، بروح على كلمه سيتنج، شايفين اصدقائي، بختار بيمنت سيتنج مشان اضيف المحافظ الخاصه. طبعا في حال بستخدم الكوين بيز، بحط الايميل بكل بساطه وبسحب على الكوين بيز. في حال بستخدم الفوسيت باي، طبعا بالبيتكوين بجيب عنوان البيتكوين وبحطه هون. طبعا مثل ما قلنا العنوان الليجاسي اللي حكينا عنه في بدايه الفيديو، او بعمل له لينكد ادريس، كمان بجيب العنوان اللي انا عامل له لينكد ادريس داخل الفوسيت باي. وبعدين الدوج كوين، بحط نفس المبدا، عنوان دوج كوين بالفوسيت باي بشكل فوري. اللايت كوين مو كثير مهم لانه الموقع ما بيدفع فيها بشكل اساسي، بيدفع مثل ما قلنا بهدول العملتين. بعدين بروح اخي الكريم بحفظهم، شايفين اصدقائي سبميت، بحفظهم وببلش شغل على الموقع. اول طريقه للربح هذا الموقع، بروح على كلمه ايرن فوسيت، شايفين اصدقائي، بروح على الدوج كوين، بضغط عليها هيك. طبعا تظهر لي هاي الواجهه، ممكن يعطيني كل هاي القيم، شايفين اصدقائي. طبعا هون بيعطيني انه اضغط عليها مشان اثبت اني انسان حقيقي، بس بضغط عليها كاتب لي ثانك يو انه انا انسان حقيقي. بنزل لتحت هيك، شايفين اصدقائي، بيعطيني كباتشا، انا رح اغير الكباتشا هذيك ما انا جيدي ابدا. بحل الكباتشا هون، تمام، وبعدين بضغط، شايفين بيقول لي اختار الصوره المشابهه، بضغط هيك. تمام اصدقائي، وبسكر النافذه المنبثقه، اعطاني العداد الرقمي، بنتظر لتنتهي، بروح على كلمه جيت ريورد وبنتظر اتحمل الصفحه. مثل ملاحظين اصدقائي، كاتب لي الموقع 0.09، يعني حوالي 900,000 ساتوشي من عملة الدوج كوين راحوا للمحفظة الوسيطة فوسيت باي، وهذا شيء كثير كويس. طبعا اذا انتقلت للفوسيت باي، انا وحدثت صفحة الدفعات، يعني ما يقارب مليون ساتوشي، يعني ما في موقع بيدفع لك بالكميات. تمام احكي كريم، بنزل لتحت هيك، بدور، شايفين اصدقائي 0.098 كمان، يعني 980,000 ساتوشي من عملة الدوج كوين. كوين سبيلر، شايفين اصدقائي، هذا هو الموقع. نورمال بيمنت 24 مايو 2021. طبعا اصدقائي، فيني بعد وقت او نص ساعه ارجع قوم بالمطالبه، لكن ممكن يطلب مني الموقع اني قوم بالعروض داخل هذا الموقع. طبعا العروض انا باخذ قيمتها وباخذ هاي المطالبات. فانا بروح على كلمه ايرن، شايفين اصدقائي، بلاقي مجموعه من العروض او الاوفر وولز موجود. طبعا هو الموقع كونسبيلر هو موقع عروض بالاساس. تمام اخي الكريم، بفوت بحل العروض الموجوده، بكسب قيمتها وبسحب منها بشكل طبيعي. كمان في عنا عروض الوول ادز، في عنا عروض الوانداز، في عنا عروض الكيوي وولز، بيتس وول، جدا سهلة. طبعا عروض البيتس وول ممكن تلاقي عروض سخيفة جدا اخي الكريم، بتساعدك بالفوسيت وبتكسب بشكل كويس. كمان في عندك شغلات على الموقع، في عندك الجيمز، في عندك تشالنجز، جوبز. طبعا لازم تكون ليفلك شوي عالي لحتى يسمح لك تقوم بالمهمات كمان داخل هذا الموقع.
وعندك اخي الكريم كلمه ريفيرلز او رابط الاحالي بضغط عليه هيك. طبعا بتظهر لي هاي الصفحه، هذا رابط الاحالي الخاص فيي، باخذ كوبي بوجهه الاصدقاء للاستفاده من الموقع بشكل افضل. في عندنا البنرات كمان ممكن اطلع عليهم واكسب من الموقع بشكل افضل، يعني هاي البنرات ممكن احطها بمواقع انا تساعد الناس لحتى يسجلوا عن طريق. كمان اخي الكريم عندك السحب اليدوي من كلمه ويزدرو، كمان لازم يكون معك 1000 نقطه على الاقل طبعا، وهي ال1000 نقطه لازم تكون مجمعهم من العروض. تمام اخي الكريم، يعني لازم تقوم بهي العروض لحتى يسمح لك تسحبهم بشكل يدوي. اذا ما عندك انت فكره عن العروض او ما فيك تسحب فيها، فيك تشتغل على الكوسيت بشكل طبيعي وتسحب بشكل طبيعي. طبعا انا معي صحيح 1500 نقطه داخل الموقع، لكن انا كاسبهم يعني من شغلات ثانيه غير العروض، فما فيني اسحبهم لحتى اشتغل انا بشكل شخصي هاي العروض. تمام اخي الكريم، لحتى انا اشتغلها بشكل يدوي واكسب 1000 نقطه على الاقل بشكل يدوي، بعدين بصير يفتح لي السحب الوقت اللي انا بدي اياه. فانا حاليا مكتفي على الموقع بالمطالبات عن طريق الفوسيت، ومستقبلا ان شاء الله راح اقوم بسحب النقاط بس اشتغل على الموقع او يكون عندي وقت مناسب لحتى اشتغل على هذا الموقع بالعروض. في النهايه لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.